نتشارك معكم اكلات الكوبعيه. بلا ما نكثروا الهضره غادي نوريكم كيفاش انا كنوجد هذا الكوبعيه. حتى كننقيوه ونغسلوه العائلات المغربيه ما تخافش عليهم. انا بسم الله ما نعاودش لكم كي جا. يا سلام. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. عواشركم بركه مسعوده. عزيزاتي اعزائي، فقت الصباح ما بيا ما عليا، جلست فطرت دليت زيني خلاتها ماما قالت لي شتك غدلي زينك هاد السيمانه كامله، ضيافه النبي 3 ايام، نوضي عري على دراعك وطيبي لينا الغداء. الساعه تشير حاليا الى 23 دقيقه بالضبط، 3 ودولوت. انا يلا غنطيب الغداء، واختاريت انني نطيب لهم الكوريين ونتشارك معكم اكلات الكوريين. كلنا عزيزين علينا الكوريين. نوريكم الكوريين دابا، ماما خلاتني نحقنا بلاش. نوريكم المقادير اللي كاينين هنا. ماما خلاتني نحقنا من عيد الكبير، ما عرفتش هادو واش ثلاثه الاعياد الكبير ولا اربعه اعياد الكبير. تبان لي نادر ديال الرجلين، كضحك عليا، بان لي نادر ديال الرجلين. المهم تعطاتني العقوبه طيب هادشي. الكرعين، باش نطيبوا الكرعين نقول لكم شنو غادي نحتاج. غادي نحتاجوا بعدا غيبان لكم هنا الماء التقليدي. انا كنحمق شي حاجه سميتها الصناعه التقليديه في بلادي، عزيزه عليا بزاف، حتى اللي هي في البرتغال جبت معايا بزاف ديال الحوايج ديال الصناعه التقليديه. شوف الجبيبنات شحال فنين، وشوفوا هذيك القله. انا هذه ما تخطانيش، عندي هي وديال الطين اللي كتصفي الماء، زوينه بزاف. الغراف هذا داك المزوق، هادو خديتهم من الاسفي، وهذاك اللي فيه القطران داك مع اختكم ما وش خاصني نشرب ونشم. راني داك الغرف ديال الطينه هلا راه في القنت الشبكه اللي هي هذاك. عمرني شويه الماء ها هو. انا نولي هذاك الا ما شربت فيه كنحس براسي القلب ديالي سكنت، خاصني نشرب فيه ونشم. ها هو نوري لكم غرف ديال الطين هذا، كنحمق عليه انا اي حاجه تقليديه كنبغيها. وهاد الجبابن هادو شوف هذا تحطي فيهم اي حاجه، حتى اللي كيشرب الحريره ويقول لك زيدي حطي ليه جباليه بحال هادي، والله ما زال دواعه التالي معاك. شتي تبارك الله شحال كبيره، تحطي فيها بزاف ديال الحوايج. ها وهاد حتى هما ديال التسربيه شفتوهم. انا من مشجعي الصناعه التقليديه في بلادنا، حبذا لو اننا نبقاو دائما متشبتين بها، لانه بصح دابا دخلوا بزاف ديال الحوايج ديال تركيا ديال الشينوا ديال بزاف ديال الدول، ولكن كتبقى الخصوصيه المغربيه ماشي بحالها. القفه البلديه فاش كانوا كيتقداو جدودنا بكري، اش غنقول لكم المقالي ديالنا داك المقله الثقيله، بزاف ديال الحوايج بلديين ديالنا من ثقافتنا المغربيه ما كاينش بحالها. دونك بلا ما نكثروا الهضره غادي نوريكم كيفاش انا كنوجد هاد الكرعين. انا ماشي طباخه بروفيسيونيل غير باش نتفاهم انا وياكم، انا غير هاويه واليوم حكمت عليا الظروف نطيب الكرعين صحه نوض نوجد ما ناكل انا وولدي. ها هادي كنا ناخذ الكوكو. هاد الكرعين هذا بيان صغرى، ملي كنبغيو نديروه راه كننقيوه ونغسلوه. العائلات المغربيه ما تخافش عليهم حادقين. ها هما سميتي هما كي تشوفوا كنحطوهم هنا كنقيوهم مزيان كنحطوهم في الكوكو. المقادير اللي كنزيدو على هذا الشيء كنديرو بصله مشلضه، البصله راه على حساب الخليطه، ما يمكنش يكون عندك كيلو ديال 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 الكرعين وديري بصله، لا ديري بصله. ها هي انا من بعد غادي نوريكم هذا الشيء من الفوق. حطوا البصله تنديروا الخرقوم عرق اولا كيف يقولوا له الكركم. ها
تندير واحد جوج معلقات صغار، كنديرو سكينجبير حتى هو واحد جوج معالق صغار، زيدي واحد المصيص. الكمية عندنا كبيرة، السودانية شوية السودانية عيب باش تتبني، تنكتروش بها باش ما يجيش حار. انا كندير فيه شويه القرفه، كاين اللي ما كيبغيش القرفه ولكن انا كنبغيها في الكريم. ندير واحد المعلقه صغيره ما عمرهاش بزاف، البزار الله والملحه. الملحه الملحة على حسب الذوق ديال كل واحد، ما عارفين انا هنا درت ثلاثه المعلقات. ضامة ديال البنة والثومة، الثومة كاينه اللي كيديرها مهروسة ولا كانت ضروسات صغار كتلوحيها ضريسات صغار، عرفتي علاش؟ لانها في الطياب كتذوب او وسميتو، وما عطيش هاد الحك، ما عطيش هاد الحك مركزة، ما نقولوش السميه باش ما نديروش الاشهار. كنديروا المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، شويه ها هي انا غنوريكم شتي جميله كي كتجي الزويته. كنديروا الزيت البلديه والزيت الروميه، نخلطوا هادشي كامل هكا. نقول لكم واحد الحاجه، كاين اللي كيشحرهم فوق البصله، انا شفت واحد صاحبتي كطيبهم مشحرين، انا ما تنشحرهمش، انا عي كندير هاد المقادير بحال هكا، تنخليها تخلط مع بعضياتها وكنبلل ونديرهم في فوق البوطه. غادي نمرقو دابا، بسم الله. هنا اختي زيدي لي شويه ديال الماء، ها هما الكريعنات غرقوا في الماء، وغنديرهم فوق البوطه وغنوجدو لهم الخبز، واحد القرعه ديال الموناضه ديك اللي كتفشفش خلاها كبور شويه ديال الماء هالا شي بالنسبه للكرعين كل مراعينه وميزانه. بحال دابا مثلا درتي واحد شويه ديال الماء وشكيتي حليتي عليهم لقيتيهم مثلا مازال ما شربوش، تخليهم تيشربوا لانهم هما كيبغيو يتحطوا معسلين، ما كيبغيوش يتحطوا كنقولوا حنا ديك الموز الصغار يتمزرقين. دابا عندنا الحمص، غادي نزيد الحمص، بسم الله. حمص الحمص كيكون مرقد، كاين اللي كيفسخو كاين اللي مكيبغيش يفسخو، أنا ما تنبغيش نفسخو، كنبغيه بحال هكا. غادي نزيد واحد شوية ديال الملحة من الفوق، معلقة صغيرة وصافي، وها هي الجميلة ديالنا شتوها. دابا غادي نسد عليها وغادي نخليها طيب حوالي ساعة ونص تقريبا هكا، لا ولا قل قل، بغيتي تشوفي لي هاد الكوكوط ديالكم كيف كتسد، هاد الكوكوط ديال الوالدة معرفتش كيف كتسد. ها هي الجلدة كتخرج هي، فوالا غادي نسدو عليها، غادي نديرو الصفارة وغادي نخليوها طيب. كاينة اللي تتشك في الطياب باش بلا ما كل مرة تبقى تحل وتسد تحل وتسد تحل وتسد،
اي تحرك الكوبوطه هكا الا بان لها فيها شويه ديال الماء، هي هذيك ما بان ليهاش حتى هذيك. انا بعدا كينايه بالنسبه لهادو ديال الكرعين تيجوني راه ما كياخذوش الوقت في الطياب بزاف، ساعه ونص بزاف شويه، ساعه الا ربع هكاك حتى لساعه، ولكن على نار مهيله ماشي مجهده. غادي نخليو الكرعين يطيب وغادي نشوفكم ان شاء الله ملي نبغي نقدم. ومرحبا بكم اللي جاي يجيب مع الخبز. راني ما دايرهش الخبز بزاف، يلا نشوفكم مور ما يطيب هادشي. السلام عليكم. السلام عليكم. ها الطاجين ديالنا طاب، طاب على نار مهيله ساعه ونص كي قلت لكم، شويه عليه. الخبز ها هو طاب حتى هويا. المره الجايه غنوريكم كيفاش كنعجنوا، حيت راه عجينه ولكن نوريكم كيفاش كندير لي صوبته في الشوفان وبال الحبه السوداء، ولا كاين اللي كيقول لها زريعه، وهذا وزريعه الكتان حبه، شنو نقولوا لها السانوج، اييه شويه ديال السانوج باسكو كاين الفرق، انا تيبان ليا كاين الفرق ما بين الحبه السوداء والسانوج. والطويجين ديالنا ها هو طاب. مرحبا بكم، رانا درت بحسابكم هنا. بسم الله منعاودش ليكم كي جا. يا سلام ها، يا سلام سلم، ما كرهتكمش تكونوا معايا دابا بالصح والله العلي العظيم، وتاكلوا معانا بصحتكم وبراحتكم. وكي قلت لكم ان شاء الله المره الجايه غادي ندير فيديو واحد اخر ونهضر معاكم وندردش معاكم، نتعاودوا في بزاف ديال الحوايج. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، نتوما والناس اللي عزازين عليكم. ديما غادي تشوفوا بزاف ديال الحياه الطبيعيه ديال الشعيبيه اللي كيبغيوها بزاف ديال الناس. كنشكركم على الحب ديالكم الصادق اللي ما محتاج حتى شي تزواق. شكرا لكم بزاف على هذه القناه، هذه قناه، وغتبقاو دائما تشوفوا اخباري الفنيه على بيلكا تي في، تبقاو تشوفوا فيها دائما جديد الفني هنايا وفي البرتغال. شكرا لكم، وانا ماشي طباخه محترفه، انا طباخه عاديه في البيت، كل مره غنوريكم حاجه. شكرا لكم وسنه سعيده، واخا قبل الوقت نكون انا اول وحده قالتها لكم. شكرا لكم والسلام عليكم. سمعوا ولدي كيقول عند 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 عند، قال لكم تا هو سنه سعيده. السلام عليكم.